لكم هذا البرنامج برعاية إكسترا بن حمادي. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في حصة من حصص زيتنا في دقيقنا. اليوم راهي معايا نصيرة عزيزة عليا بزاف. نصيرة ربي يحفظك يا حبيبتي. اليوم جبنا طبق يقولوا له الدجاج بالفلفل الحلو. هذا الطبق هذا عند فيه دجاج على حسب مقدور، يعني كل واحد ومقدور، حتى ان شاء الله نديروه بالجناحتين، معليش يعني كل واحد ومقدور. عندنا طريفه تاع الدجاج، عندنا خضر طيل هنا تاع البصل، عندنا ثاني هنا طوماطيش زوج حبيبات ولا ثلاثه، عندنا فلفل حلو. هذا الفلفل الحلو كنت قليته وكما يقولوا جلي فيلوشي كما يقولوا، درتي سلوك فوالا هكذاك. عندنا ثاني زوج ورقات تاع الرند، عندنا ثاني سنينات تاع الثوم، عندنا شويه زيت وشويه سمن، اللي يحب ما يديرش سمن ما يديرش سمن. فوالا عندنا ملح وفلفل كحل. تري بيان، يسمى توابل عاديه. هذا ما كان ما فيه، وهذا نقدر نخلوه يتجمر في الطنجره تاعو، كيما نقدروا ثاني تنجمروه في الكوشه تحمريه في الكوشه كيما حبيتي. وشنو نديروا له من فوق؟ شويه تاع خبز يابس ما حيت على شابلوغ. هذا من بعد ما يطيب كتحطيه في الفرن تحمري على بلا شابلو. هذا ما كان ما نديرولوش الفرماج زمان، ما كانوش يديروا، ما كانوش الفرماج. كانوا بكري يخدموا غير بلا شابلو. هذا ما كان خبز اليابس كانوا وكانوا يواسوا خبز اليابس، كانوا يبسوه يشوه على النافخ هكذا، يديروا طاجين في غرفتكم ولا حاجه ويشوا داك الخبز ومن بعد يكسروا هكذا بيديهم. كانت كل حاجه سهله، وكانوا كيحمروا كيفاش يديروا نصيره، كانوا يديروا طاجين ومن بعد كيف من الفوق، من الفوق تاع الطاجين باسكو كان فخار، يحطوا الجمر فوقه هكذا كيما بونارين، يطيب النار من فوق ونار من الاوت، وهذاك الجمر يحبط لتحت يحمر الحاجه. يحمر ودك نبداو ان شاء الله. ان شاء الله نبداو. بسم الله. عندنا مغرفه، تحبي نعطيك مغرفه لنا ولا سيبو باش نواس نصيرة تعيش؟ فوالا عندي شويه تاع السمن هكذا، اللي يحب يعني يدير بالزيت يدير بالزيت، لا اللي يحب يدير بالزبده يدير بالزبده. بالزبده ثاني خلي دوكا كي تسخن. بس هذيك المغرفه تاع اللوح نصيرة هذيك كاينه وحده صغيره هنا، كاينه صغيره دير ولا لا ماغي صغير جيبي لا. فوالا عندنا ثاني شويه زيت. تحركي بالمغرفه هذه ولا بتاع اللوح؟ لا بتاع اللوح. دير الحس و فوالا على بالك ستار. دونك نديرو بهذه، نعاونك روحي تسجب ليك وانا نعاونك. عطيني الزيت شويه زيت. زيت وي تفضلي. يزيد فضلك شويه زيت. فوالا قالوا لي طيبي بزاف باليدام نصيره. يحب اليدام. لا قالوا لي راح نقول جوست راح نديك لا رمارك السمن والزيت باسكو الدجاج يتلقس لي ليدان. قالوا لي طيبي بزاف بليدان. على بالك انا والفت هذا طياب، والفت طياب يما. على بالك على بالك ماشي غير طياب يماك، نحترموها وقدرها على راسنا. ميم لي شيف دو كويزين لي غرو بولي يقول لك جو كويزين غرا اي ابري جو ديغراس. ديغراس لو غرا اي دون كوم واحد لو غول بيان سور. سورتو بعد الدجاج كي شوفي دوكا كي كنقلوه مليح هذا الدجاج حتى يحمر. حتى يحمر تري بيان نقلوه نعملو كي نحمروه. فوالا يجي هايل على بالك. يطلق كامل هذيك البنه تاعو لو سيك هذاك باش نقلو فيه البصل. يجي مليح على بالك هايل. ونقلبوه نقعد هكذا نقلب فيه حتى يتحمر. وي هذاك هايله. شدك تحمروا ومن بعد نديرهم شويه على حساب الكحال، نزيد نقلبهم شويه ومن بعد ترمي البصل. ومن بعد نرمي البصل في هذاك اللي دام لي لي سوك تاع الفوري تاع الفليك. وي زيدي شويه تنحيه ولا تخليه؟ شوية حبيبة في ظلمة غير شوية هكا. يا نصيرة الملح عطيني شوية. تفضلي. بسم الله يزيد فضلك. سي بو خلاص ها بك يطلق هنايا، يطلق هنا يخرجوا لي الشكل تاعو. ما تحطيلوش الثوم؟ لا نديرو مع البصل. داكوغ.
كيما قلت لك انا في لا ريسيت الوصفه اللي مديت انا قلت لك الدجاج يحب التوم يحب بصح الجاري الابيض ما نحطلوش التوم واش يعني لا ديفيرونس تاع لي بلا كيفاه اجا سيبتو فريده ايه شوفي ما راهي قشقش مسيرة تاني تبيسي من تما خلا كاين تباسها تما وي باش حطي ال فوالا نحيه هذا يحمر شويه هاكي نجيب شتي كيفاش قاعد يترشق على بالك باسكو الماء اللي يخرج من الملح نتاعو فوالا دوكا بسم الله نديرو البصل بسم الله هاك مصير عطيني مستشل بعطيك صغير كبير لصغير عطيني صغير باش تديري عندي انت ما ديريش غطي ديري هاه هكذا برك الجبنين على بالك شتي زمان كانوا يديروا غير هكذا التوم وي هكذا كانت ماكلتهم بنينه صحيه لا صراحه دوكا قدمت فقريها كما يقولوا ما تجيش بنينه تاع بكري خير صراحه فوالا عدات بالبصل شتي بغيت بالخلطه تجينا نتقاش هذه واحد نص كيلو قلتي هنايا درت القلب البصل وهنا تقريبا قولوا زوج حبات زوج حبات طوماطيش كبار واش من فوالا اكزاكتومون عدات دبال دايب دبال فوالا ما تحطيش الطماطم تاع البيض لا لا ما هكا لا 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 تري بيان هيلا ايه زيت كتشوكا 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 سنت شنو كاين هذا فلفل الكحل فلفل الكحل دار عطيني شويه ملح نصاوي عطيني تفضلي يزيد في بلاك هذه بعد وحدها هكذا تاكليها بشتيت بلا دجاج راح تيدبر شويه بس كلو كان نديروه في الكوشه تنتم هذاك الدجاج يتحمر ويقعد البصل يتغزغز وي وحنا على بالك ما نحبوش حاجه تغزغز هي نورمال البصل يتكل خضر دونك كي ناكلو خضر ناكلو خضر بصح هكذا لازم يكون دايم بصح في طياب يلزم يكون وي طيب بدات تدوب الطماطم طوماطيش بالخف الدور شوف احنا الطوماطيش كاين بعد يعني البلدان احس بينها كي فاكهه فاكهه هي فاكهه وحنايا لا لا نطيبو غير بها فريده ما تقديش باغ اكزومبل ديري غير الملح وفلفل الكحل ما تقديش باغ اكزومبل ديري اون اوتر ايبيس ولا تقدي دي العكري تقدي ديري كوري باغ اكزومبل راه تقدري بوالا لا لا تخي بيان باسكو شفتك حتى تزيد الملح وفلفل الكحل غير الملح وفلفل الكحل هو يجي داكوغ غير الملح وفلفل الكحل صحيح با انترجي تزيدي لا 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 على حسب الذوق كل واحد وذوقه فوالا وتقدر تجي حاره نديرها على النسمه فوالا انت كيما تحبيش الحار انا ما نحبش الحار بزاف بلادي ما ياكلوش الحار ما الحار هيا على بالك هكذا وي اسم هذا نسيت ما ولا المرفن تقلي به بعدا لا 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 المرفن نشق هذيك الحبه تاع الحبه تطلق معليش نعطيك الموس تشقي تجيبي ماذا بك ها فوالا هاتي تشوف فوالا تخي بيان باش تطلق ديك النسمه وي ما بدا كان عاد حار يطلق هذيك الحرور نتاعها مصيره ديري لي شويه دوكا تاع هذا مارق دجاج درتو هذا سيت ان فون سيت ان فون فون دو فولاي فولا هكذا صافا هكذا خلوه يطيب شويه يما ساهل دوكاتي كي يطيب شويه يدبال البصل يدبال البصل شويه انا واش ندير كي يدبال هذاك البصل شويه نشد فلفل حلو نديرو هكذا فوق فوق الطبق ولا ندير الدجاج ونزيد فوقه فلفل حلو ولا ندير فلفل حلو زي كيما حبيتي انتيا
ولا نديرو في الكوشه؟ لا لا نرفد هذا نديرو في الكوشه، نزيد الفلفل الحلو ومن بعد نزيد الدجاج من تما. قادره طيبيه فوق لو ريشو كوم قادره طيبيه في الكوشه. فوالا ونزيدوا له شويه تاع خبز تاع لا شابيغ ونديروه يتغاتينا في الكوشه. هذا هو الطبق تاع لا شابيغ، يجي كروسيون، يجي مقرمش كيما يقولوا الدراري، يجي مقرمش. هذا هو الطبق تاعنا كيما قلت لكم. دوك انا واش ندير، نشد لو بلاطو تاعي نقدر هكذا نحبس نصيره باسكو كيما طيبوا في الكوشه هكذا. خي بيان داكو، هكذا حاولي كل البلاطو تاعي. طفي الغاز ولا طفيلو هكذا سي بون طفي. واش نعطيك نصيره؟ نعطيك نعطيك لالوش. استني تحتاجي هذه فريده؟ شنو شوفي فزي بها سي ميو بيرا جاب لي ربي. لا 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 تشوفي استني فوالا. بسم الله بسم الله. على بالك انا نخبز الكسره وناكلها هكا بعد شتي هايله. شوفي الله العظيم نسمع تحت الظل هكذا. شوفي دوك تشوفي هذوك هذاك البصل هذاك الشلال الخشلال بصح كي تدخليه في الكوشه وي طيب يدوب ما يولي ما يبانش. فوالا وزيد مع الفلفل الحلو والدجاج تجي روعه هكذا. شوفي ديجا شوفي فريده شوفي دوك لي سوك نتاع الدجاج كيفاه تحت الطماطم والبصل. وي شديت شنو صاير؟ نرفد هاد الحبيبه تاع الحار. انا نشتي على بالك نكرت هادوك الجناب باسكو يبان لك كلها في الجناب. فوالا روحي شتي هيا نعاونها تغلب السبع. وي نشد هذاك الفلفل الحلو باسكو يبان لك كلها تقعد في الكاع شتي. فوالا تري بيان نعمل لي سوك خلاص. ريحتو على الكيف شتينا صراحه. وي تري بيان هذا دوك يدخل الفور هذا والدجاج ثاني كمل الطياب تاعو في الفور في الكوشه حتى يطيب روعه. نقدروا نغطوه كيما نقدروا ما نغطوش طيب هذيك لافاطور كل تولي للداخل كيما نقدروا ما نغطوش هكذا تري بيان. ميم الفلفل ثاني ديري له لا شابلور باش يجي مقرمش. وي وي انا حسب في الدجاج باك اللي تحطي له لا لا باش يجي مقرمش كي يتحمر هكذا. وما تزيدولوش شويه ملح فوق لا 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 نصيره درنا له الملح نو ده هنا فوق لابو نورمال لا شابلور وخلاص. لا لا نزيدو له لا نسقسي فيك هذا لا لا انا ماشي موال فان زيدو انا باش المشاهدين يعني انا ماشي موال فان زيدو ولا غوماك لا شابلور اي ديجا مالحه مالحه خبز فوالا هذا هو الطبق تاعنا. يعطيك الصحه فريده يسلمك حبيبتي يسلمك حبيبتي. هذا هو دوك نروحو نديرو في الكوشه نخليه يتحمر ونشوفو تاني مع نصيره واش دارت لنا. نروحو فاصل ونرجعو ليكم. السلام عليكم مره ثانيه عدنا لكم مع نصيره ونشوفوا طبق تاعها اللي جابت هنا اليوم نصيره. وهو كذلك مرحبا بكم مره اخرى في قناتكم المحبوبه قناه سميره تي في. وكما جرت العاده مع الاخت نصيره فصيحي من مدينه قسنطينه جبت لكم طبق نقدروا يعني نديروه انا نديروه في رمضان ونديروه في سير من الايام اللي هو لي سباغيتي او كالامار. درك نشوفوا كيفاش راح نطيبوا لي سباغيتي او كالامار فريده. تعيش يعطيني زيت عرب زيت زيتون. بسم الله فوالا بسم الله تري بيان تفضلي يزيد فضلك. نشعل عليه النار فوالا. اعطيني مغيرف تعيشي شكرا. لهنا شوفي فريدة كيفاش درت البصل قطعتي جوانح فوالا قطعته في المونسيزلي كما تشوفوا كيما نقطعوا البصل تاع التكتوكا. فوالا بسم الله تما شحال تقريبا بصل حبه بصل كبيره كبيره حبه بصل كبيره فوالا كيما راكي تشوفي على بالك هذه دوكا تولي ما كانش خلاص الدوب الدوب فوالا الدوب. وكي نزيد نحط لها دوك لي زيبيس ونحط لها الطماطم من بعد كي نبقى تزيد تختار تختار دونك نخليوها ساعه تدبل شويه تجي معسله. لا ما تجيش معسله الدوب تدبل كيما قلت لك تجيك هي معسله. تقول معسله تخي بيان. نزيدو نحطو شويه فلفل الكحل بسم الله. تعيش يعطيني الملح فوالا
بسم الله. على بالك نصيرة كانت عجوزتي الله يرحمها تقول له الربح الربح جوستومون تاع بكري على بالك كانوا عندهم شتي الاخرين الفاظ وبالوقت على بالك ما يقولوش يعني الملح الصباح ولا يقول لك الربح يقول لك واحد باغزومبل يعود خارج اكزاكتومون هذاك يقول فوالا قصدي بربي يقول لك الربح دونك نزيدوا لهنا راس الحانوت بو حطينا فلفل الكحل لهنا الزعيطره ولا نحطوا الزعتر هذاك اللي نديروا به التيزان على بالك يجي هايل الزعتر مليح يمشي بزاف مع المقارون يمشي بزاف مع المقارون وزيد ماشي درتي بزاف في الكحل نصيرة نو 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 او ماشي فلفل الكحل الزعيطره هي اللي الزعيطره فوالا اكيد تشمي في النسمه تاعها زي ما هي تطلع هايله فوالا اكزاكتومون دوك تدبل البصل شويه برك شبيتي ريحه تاع زيت الزيتون فوالا اكزاكتومون يعني في الحقيقه هي نورمالمون طيبوا بزيت الزيتون بزيت الزيتون إيه؟ ولا باغ اكزومبل ندير في زوج ندير زيت زيتون وندير زيت سانغو قطعوا كما يقولوا في زوج في زوج ونديروا هذه لا طوماط واش حطيت فيها لهنا هذه الطماطم تاع الحب درت 3 حبات طماطم متوسطه قشرتها نحيت لها البيدونكول وهزيت زوج مغارف تاع الماكله طماطم تاع البايط وهزيت 3 حتى لربع سنينه الثوم خلطتهم كل مع بعضهم وميكسيتهم بشويه يعني قيمت هكذا ما ميكسيتهم وتحصلت على هاد لا طوماط هذه دوك بعد كي يذوب شويه البصل نحطوا الكالامار ونحطوا لا طوماط نتاعنا فوالا لهنا على بالك نخليو هاد لا فيزيون دو طوماط مع الثوم تمد لها نكهه خير ملي تحطي الطماطم هذيك وحدها سورتو لو كالامار على بالك لو كالامار لا بو ساو لي تري ريجيد قاصحه وماهوش بنين دونك حنا باش نردو له البنه تاعو دونك نلعبوا له على التوابل على لا ماريناد نتاعو سي لا ريزون بور لاكيل درت لي دو طوماط مع بعضهم ورحيت معاهم التوم خليتهم يطبخوا مع بعضهم ومن بعد نحطهم مع البصل ونحطهم على الكالامار فوالا دوك نرمي نحط ساعه نزرق ميها ايه نحط لي شويه برك ما بسم الله على الكوتي لكن انفون معليش 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 هاي جي هايلة هاكي تشوفي هاني نشوف فوالا وهنا دركا نرميو لو كالامار دونك لو كالامار تاعنا قصيناه اون براسلي فوالا الكالامار بعد ما نقيناه وغسلناه قصيناه اون براسلي فوالا فريده تعيشي هزي هادو فوالا ميرسي مازالت ما غلاتش لهنا نحطوا البرمه تاعنا تغلي ونديروا شويه ملح لهنا كيعودوا لي بات تاعنا دو بون كاليتي ما كان نحط لهم الزيت ما يلصقوش ما يتحرحرو كوم حنا عندنا هنا لي سباغيتي تاعنا يعني بون كاليتي فوالا درك كي تغلي البرمه نحطوا شويه ملح ولا هنا بصح لي فابوراسيون بلوتو لا كويسون لهنا راحين نديروا اون كويسون ا لونغلاز كيفاه يعني غير في الماء والملح الماء والملح بصح لهنا فريده كوم لي سباغيتي هادو هايلين انا جربتهم نخدم بهم بزاف على بالك ما يلصقوش ما يسقوش انا تنجربتهم اكزاكتومون ما يسقوش ولا حنا بصح كي نشرشمهم ما نشرشمهمش يعني 100% ندير النص تشرشيم جوست نحي هذاك ليكسي تاع تاع لاميدون شوفي زين هذا الكالامار بدا شتيه مع البصل وي ها يغلي الماء نصيرة وي اسني نحطو شويه
الله. حركي فريدة تعيشي. بون كان لها بزاف هادي. فوالا وانا نحرك من الكلام. فوالا شتي كي بدا يطلق الماء نتاعو. هادشي ريحه، ديك الريحه راه تاع زيت الزيتون تاني مع التوابل تشهي. على هادي قلت لك انا لازم الكلامار هو لوغو تاعو ماهوش بني، لا لا بو تاعو لي با بون. حنا اللي نعرفو كيفاش نردو له هذاك لوغو تاعو. على بالك ناد مصر عنده الدوق تيالو الميم كو كيما يقولوا كيما تاع السيبيا. فوالا عنده الميم كو ميم كو ستاجر عينه وحده لا ميم فامي. صحيح فامي اكزاكتومون. وزيد زيت زيتون يمدلو على بالك بنا. يعني الحوت كامل. شوفي شوفي كيفاش طلق الماء نتاعو. شتي يطيب السما غير في الماء. يطيب غير في الماء نتاعو في لي سوك نتاعو. الحوت نصيره كامل يعني اون جينيرال الحوت ما يضايقش في الطياب، ما يصدق ما يقعدش يطيب بزاف. ما يطيبش بزاف بصح هذاك ربع ساعه. لا بصح لو كالامار نو كيما البولب ثاني. البولب ثاني البولب هذاك هذاك يدي ساعه ساعه ونص بزاف بزاف. ولازم تخبطيه قبل ما طيبيه. لازم هذاك من بعد هذوك لي طونتاكيول تاعو تخبطيهم. بربي ان شاء الله اذا كان في العمر باقيه نديرو اون روسيت على ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. فوالا ونشوفوا كيفاش نطيبوا لو بولب. كيفاش نقولوا القرنيط. القرنيط صحيتي نقولوا له القرنيط. فوالا دوك نغطيو الكالامار تاعنا حتى تذوب البصل. حتى يذوب البصل باش دير طوماطيش هذيك الصلصه. فوالا اكزاكتومون باسكو الكالامار ديجا مازال ما طابش. ما طابش فوالا ومادا بينا يطيب غير في لي سوك تاعو. لي سوك تاعو فوالا. ميم نسيت نقول لكم باللي حطيت ثاني الفلفل جواوات. فلفل الجواوات اللي هو هذا الاحمر حطيته وغسلته بيان سور ونقيته نحيته داك قلبه تاع اللي فيه الزريعه وحطيته مع لي دو طوماط والثوم وريحتهم. فوالا هادي نتوما تقولوا له جواوات. فلفل جواوات حنا نقولوا له فلفل دريس. فلفل دريس ولا جواوات هذاك اللي صغير رقيق. قناوه حنا نقولوا له فلفل قناوه. فوالا هذاك الثاني يصلح. هذا شويه تشين بزاف عليه يقولوا على بيه يقولوا له فلفل قناوه. فلفل قناوه فوالا. دونك كيما قلت لك نحيت زوج قرون غسلتهم ونحيتهم وحطيتهم ريحتهم لهنا. فوالا بصح هذا فريده هذا يمد نكهه رائعه. شتي النسمه نتاعو ما شاء الله. بون انا جو بونس باللي نحيو هالمقارونه كيما قلت لك جوست هاد نحيو هذاك لاميدو هذاك النشا اللي زايد ونخليوها طيب في لاصوص نتاعها خير. فوالا شتي كيفاش ماشي لاصقه؟ لا لا ما يلصقش. هايله انا تاني جربته ما يلصقش. فوالا اكزاكتومون. كي تنحي ديري ليه طيب حتى طيب لنا كي طيب لو كالامار تاعنا نرميو له لا طوماط هذه ونمرقوه ونحطوا له القرن تاع الحار ونخليه يطيب. كي يطيب نهزوا لي سباغيتي تاعنا ونجمروها ديروهم معاه نجمروها ومن بعد ديك السباغيتي تشرب كامل ديك المرقه. اكزاكتومون تتجمر في هذيك المرقه وتهز هذاك لوغو تاع لو كالامار. ميم لو كالامار يولي بنين بنين اكيد. فوالا سورتو لا طوماط هذيك كي داويتها وخليتها ركحت دونك بلوس تقعد بلوس تطول في الوقت تزيد تبنان. صحيتي هي تبنان وتبنن لو كالامار. فوالا دوك نصفيو المقارونه تاعنا ونشوفوا الطبق تاعنا جاهز على طاوله التقديم. كيما وعدتكم قبيلات وشفنا المراحل تاع لي سباغيتي بالكالامار هاو الطبق جاهز على طاوله التقديم. جربوه وبربي ان شاء الله راح يعجبكم. واش هي طيبه كيما انا تاني درت هذا الطبق تاع دجاج بالفلفل الحلو ولا فلفل طرشي. طبق يعني ساهل وخفيف ونتمنى تجربوه ويعجبكم. وما بقى لنا غير نقول لكم نتلاقاو في الخير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. قدم لكم هذا البرنامج برعاية إكسترا بالحمادي.